هنا صلى رسول الله. تعريفات بأماكن تبركت بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، دليل للمستمعين ليتعرفوا على تلك المواضع الشريفة فيزوروها ويتبركوا بالصلاة فيها، على جباههم تلامس موضعاً سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا صلى رسول الله. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في رحاب برنامجنا هنا صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث نتعرف على عدة مساجد ومواطن صلى فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المدينة المنورة وجوارها. واليوم سنبقى في أجواء التعرف على مسجد القبلتين المبارك. قال الله تعالى في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال القرطبي: روى الأئمة واللفظ لمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وخرج البخاري عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وقيل نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين منها، فتحول في الصلاة فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. ويتابع القرطبي قائلا: اختلف في وقت تحويل القبلة بعد قدومه المدينة، فقيل حولت بعد 16 شهرا أو 17 كما في البخاري. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن تحويلها كان قبل غزوة بدر بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة 2. وقال أبو حاتم البستي: صلى المسلمون إلى بيت المقدس 17 شهرا وثلاثة أيام سواء، وذلك أن قدومه المدينة كان يوم 2/12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة الثلاثاء للنصف من شعبان. والذي عليه الجمهور ابن عباس وغيره أنه وجب على النبي صلى الله عليه وسلم استقبال بيت المقدس بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة، ثم نسخ الله ذلك وأمره بأن يستقبل بصلاته الكعبة، واستدلوا بقوله تعالى:
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروي عن أبي العالية الرياحي أنه قال: كان مسجد صالح عليه السلام وقبلته إلى الكعبة، وكان موسى عليه السلام يصلي إلى الصخرة نحو الكعبة، وهي قبلة الأنبياء كلهم صلوات الله عليهم أجمعين. ويقع مسجد القبلتين في الجنوب الغربي من بئر رومة قرب وادي العقيق وفوق رابية مرتفعة قليلا، ويبعد عن المسجد النبوي 5 أميال بالاتجاه الشمالي الغربي. وقد جدد بناء المسجد في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وجدد ثانية في عهد السلطان القانوني العثماني 950 للهجرة، وكان التجديد والتوسعة في العهد الحديث، فأزيلت الرابية وأقيم مكانها مبنى جديد واسع يتألف من طابقين: الطابق الأرضي ويشمل الميضاءة والمستودعات والوحدات السكنية للإمام والمؤذن، وأما الطابق العلوي ففيه المصلى ومساحته 1190 مترا مربعا، وخصصت شرفة واسعة مساحتها 400 متر مربع للنساء تطل على ساحة المصلى، ورواق لتحفيظ القرآن الكريم، كما أقيم بجانبه فناء داخلي غرس بالأشجار. ويعد مسجد القبلتين واحدا من معالم المدينة المنورة المتميزة، تظهر فيه أصالة العمارة الإسلامية في الشكل والمضمون، ويأمه الزوار للصلاة فيه. هنا صلى رسول الله. تعريفات بأماكن تبركت بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، دليل للمستمعين ليتعرفوا على تلك المواضع الشريفة فيزوروها ويتبركوا بالصلاة فيها، على جباههم تلامس موضعا سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا صلى رسول الله.